ظهرت السينما كآلة عرض في أواخر القرن الثامن عشر، ويعود الفضل إلى الأخوين لومير اللذين نجحا في بلورة كثير من التجارب السابقة إلى منتج واضح المعالم. دخلت السينما إلى عالم الترفيه عندما قدم شارلي شابلن أفلامه الصامتة وسط نجاح لافت في العالم. في العام 1927 بدأت السينما الناطقة من خلال فيلم مغني الجاز، ما زاد من الإقبال على هذه الصناعة. لعبت السينما دورا مهما خلال الحرب العالمية الثانية من خلال تسخيرها لخدمة التوجهات السياسية وشحذ همم المواطنين في الدول الأوروبية. كان الرئيس السوفيتي فلاديمير لينين أول من أظهر اهتماماً بهذه الوسيلة الجديدة، مقدماً الدعم والعون للمنتجين والمخرجين في بلاده.